مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في العراق حدثت مؤخراً، والمشاركون فيها بكربلاء هتفوا الموت للخامنئي. تعالوا نتابع بقية الهتاف. كلنا سيد حسين الشيرازي، كلنا سيد حسين الشيرازي، كلنا سيد حسين الشيرازي. كلا كلا يا فرعون، كلا كلا يا فرعون. بعد المظاهرة تحدث أحد المشاركين فيها عن جانب مما حدث أثناءها. تعالوا نتابع شهادته معا. السلام عليكم. مثل ما تشاهدون أنا موجود اليوم أمام السفارة الإيرانية بهذا المكان. يعني حسب ما يعني تبلغت انه اليوم اكو هنا راح تكون وقفه احتجاجيه، احتجاجا على اعتقال احد المراجع في ايران على يد الحرس الثوري الايراني. انا جيت هنا وصرت حتى اصور، بس اللي ثار انتباهي انه جاني احد العراقيين اللي يرتدي لباس ايراني يقول لي لا تصور هنا، ما مسموح لك تفتح كاميرا. أنا ما أعرف، أنا اليوم بكربلة بالعراق، لو أحس نفسي بقم، لو وين بطهران، أنا بالعراق، أنا عراقي، ما أمشي بأوامر إيران. من يجي واحد إيراني يقول لي لا تصور هنا، هذا مو بيتك ولا بيت الخلفوك، هذا بلدي العراق. ما يعجبني أنا أجي أصور وأخذ لقاءات وأنقل معاناة الناس، وهذا شارع عراقي، هذا شارع مو إيراني. من يصير الشارع إيراني باسم إيراني سجل طابو صرف، خذوا منعوا الإعلاميين تخلوهم يصورون بهذا المكان. احنا واجبنا كاعلاميين ننقل هاي الصوره، ننقل الوقفات الاحتجاجيه سواء كانت ضد الحكومه العراقيه، ضد الملفات الفساد، ضد الايرانيين، ضد الامريكان، ضد اي جهه كانت. هدفنا الوحيد هو نقل معاناه المواطن العراقي.